إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي وماذا بعد تكفيري كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني فيا ويحا ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع بما قد جاء قاف وياسيني ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع وني ألم أسمع ينادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب ذا سيحميني سوى رب غفور واسع بالحق يهديني فيا رباه في جزائي أنت أرجى من يواسيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني.